المكروب. لما أصبحت الخيل تقبل على الحسين عليه السلام رفع يديه وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو. أنزلته بك، أشكوته إليك، رغبة مني إليك عمن سواك. ففرجته عني وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة.